كم قيود؟ 3 قيود. هذا يحتاج إلى سبورة. ينقسم التراب إلى 3 أقسام. القسم الأول من أقسام التراب تراب طهور، وهو التراب الطاهر الخالص غير المستعمل، هذا القسم الأول. القسم الثاني التراب الطاهر، هذا ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون ترابا مختلطا بشيء طاهر، وإما أن يكون ترابا مستعملا. القسم الثالث تراب نجس، وهو ما أصابته نجاسة، مثلا تراب بال عليه كلب على سبيل المثال أصابته نجاسة، تراب اختلط بدم ميتة هذا تراب نجس، وقس على هذا عدة أمثلة. القسم الأول التراب الطهور، وهو التراب الطاهر. عندما قلنا الطاهر أخرجنا التراب النجس، صح؟ وعندما قلنا الخالص أخرجنا التراب الذي اختلط بشيء طاهر، وعندما قلنا غير المستعمل أخرجنا التراب المستعمل. ثم هذا التراب الذي اختلط بشيء طاهر نحو دقيق، فلو كان عندك تراب اختلط بدقيق مثلا فإن هذا التراب ليس خالصا، بالتالي هذا التراب الذي اختلط بدقيق لا يصح التيمم به، لا يصح التيمم به. إذن نقول التراب المختلط بشيء طاهر كدقيق هل يصح به التيمم أو لا يصح؟ لا يصح التيمم به، واضح. وهذا يشبه الماء الذي اختلط بشيء من الطاهرات، لا يصح الوضوء به والتطهر به، صح؟ طيب، التراب الذي اختلط بشيء طاهر كدقيق لا يصح التيمم به، هل يصح إزالة النجاسة الكلبية به أو لا يصح؟ ما رأيكم؟ تراب اختلط بشيء طاهر كدقيق هل يصح إزالة النجاسة المغلظة به أو لا يصح؟ إزالة النجاسة المغلظة فيه تفصيل، إذا كان هذا يسيرا، إذا كان هذا الدقيق يسير قليل يصح إزالة النجاسة المغلظة به، أما إذا كان كثيرا فلا يصح. ولذلك يذكر الفقهاء من الألغاز يقولون تراب لا يجزئ في التيمم ويجزئ في إزالة النجاسة المغلظة. ما مثاله؟ مثاله هذا التراب الذي اختلط بشيء طاهر، فإن كان هذا الشيء الطاهر يسيرا جاز إزالة النجاسة المغلظة به، لكن لا يجوز التيمم به. فهمنا أو لم نفهم؟ أرجو أن يكون كذلك. القسم الثاني من التراب الطاهر التراب المستعمل. ما هو التراب المستعمل؟ قال لك الفقهاء التراب المستعمل هو ما التصق، هو ما التصق بالعضو أو تناثر منه، هذا التراب المستعمل. مثلا تيممت فأخذت ترابا
الرأس ومسحت الوجه، ثم ضربت الضربة الثانية ومسحت اليدين طبعاً إلى المرفقين كما سيأتي معنا. هنالك تراب، هنالك تراب التصق في الوجه والتصق في اليدين، صح؟ هنالك تراب التصق في الوجه وفي اليدين، وهنالك تراب تناثر من اليدين وتناثر من الوجه. هذا التراب الذي التصق والذي تناثر يسمى ترابا مستعملا. بمعنى آخر، لو جاء شخص وأخذ التراب الذي في يدي، هذا التراب، جاء شخص وأخذ التراب هذا الذي في يدي ليتيمم به، نقول لا يصح تيممك، لأن هذا التراب الذي التصق بالأعضاء تراب مستعمل. لكن انتبه، التراب الذي أخذت منه ليس مستعملا، فالمستعمل ما التصق بالعضو أو تناثر عن العضو. أما الذي أخذت منه، حتى لو كنا 100 شخص نأخذ التراب من نفس المكان، فإن هذا التراب يبقى طهورا ليس مستعملا. المستعمل ما التصق بالعضو أو تناثر من العضو. فهمنا أو لا؟ أرجو أن يكون كذلك. إذن هذا التراب المستعمل بارك الله فيكم لا يصح أن يستعمل في إزالة النجاسة المغلظة، لأنه طاهر غير مطهر. ومن باب أولى أن التراب النجس لا يستعمل في إزالة النجاسة المغلظة. إذن هذه كم مسائل ذكرت الآن تتعلق بهذا؟ كم مسائل ذكرت تتعلق بإزالة النجاسة الكلبية؟ أظن 3 مسائل. المسألة الأولى قلت لكم أن الغسلات التي تزيل عين النجاسة تحسب غسلة واحدة، صح؟ المسألة الثانية قلت لكم أن الأفضل أن يمزج التراب والماء، صح؟ المسألة الثالثة قلت لكم إن التراب الذي يستعمل في إزالة النجاسة المغلظة لابد أن يكون ترابا طهورا. ما هو التراب الطهور؟ هو التراب الطاهر الخالص غير المستعمل. فإذا كان التراب قد خالطه شيء طاهر يسير فيصح إزالة النجاسة المغلظة به، لكن لا يصح التيمم به. وإذا أردت مثالا آخر، قال لك الفقهاء إن التراب المندأ، تعرف التراب المندأ؟ التراب الذي فيه ندأ، يعني عندما يأتي المطار كيف يكون التراب؟ مبتلا بالماء. هذا التراب الذي فيه بلل أو فيه ندأ في الصباح، أحيانا يكون فيه ندأ، هذا لا يصح التيمم به، واضح؟ لكن يصح أن تزيل به النجاسة المغلظة. هذا يمكن أن يكون مثالا آخر لتراب يصح إزالة النجاسة المغلظة به لكن لا يصح التيمم به. إذن كم هذه مسائل؟ 3 مسائل. مسألة الرابعة وأختم بها، نقول لا يجزئ غير التراب أو لا يقوم غير التراب مقام التراب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسله 7 أو فليغسل 7 إحداهن بالتراب. هل يقوم مقام التراب الصابون والمنظفات الكيماوية هذه وغيرها؟ لا، لا يقوم غير التراب مقام التراب، لا بد من تراب، واضح؟ المسألة الخامسة والأخيرة، إذا حصلت نجاسة كلبية للتراب، نفترض على سبيل المثال أن الكلب لعق ترابا كما هي عادته مثلا، إذا أردت أن تطهر هذا التراب فإنك تغسله 7 فقط ولا تستعمل التراب لتطهير التراب، واضح؟ لا يستعمل التراب لتطهير التراب. هذه 5 مسائل تتعلق بهذا المبحث. أعيد قراءة ما قاله الناظم حفظه الله تعالى: أقسام أنجاس 3 فقط، مغلظ مخفف ثم وسط، فالأول الكلب مع الخنزير وخبثه يزول بالتكرير،
للغسل بالمياه سبعا بها واحدة بطاهر من تربها. انتهينا. وصاحب الزبد رحمه الله تعالى قال في حكم النجاسة المغلظة، قال: نجاسة الخنزير مثل الكلب تغسل سبعا مرة بتربي. واضح؟ تغسل سبعا مرة بتربي. ثم ذكر لك حكم النجاسة المخففة، ذكر لك حكم النجاسة المخففة. والنجاسة المخففة هي نجاسة من؟ بول الصبي الذي لم يطعم غير اللبن ولم يجاوز الحولين. كم هذه قيود؟ أربعة. بول الصبي الذي لم يطعم غير اللبن ولم يجاوز الحولين. نجاسة بول الصبي الذي لم يطعم غير اللبن ولم يجاوز الحولين نجاسة مخففة. عندما قال الفقهاء بول تفهم منه أن غير البول نجاسة غير مخففة بل متوسطة. غائط الصبي، دم الصبي، قيء الصبي نجاسات متوسطة. الذي نجاسته مخففة البول، هذا القيد الأول. وقول الفقهاء الصبي قيد ثاني أخرج الصبية، فبول الصبية نجاسته متوسطة ليست مخففة. وقول الفقهاء رحمهم الله تعالى الذي لم يطعم غير اللبن، تفهم منه أنه لو كان يتغذى بغير اللبن كأن يأكل مثلا الأرز والبطاطا والخبز وما شابه ذلك، فإن بوله نجاسته نجاسة متوسطة. تمام. قالوا: وإذا كان يطعم اللبن، يعني غذاؤه هو اللبن، لكن أحيانا يعطى طعام كتحنيك، تعرفون تحنيك الصبي، أو من أجل الدواء، مثلا أحيانا إذا كان في بطنه غازات يعطى بعض الطعام من أجل أن تخرج هذه الغازات وما شابه ذلك. إذا كان يعطى للتحنيك أو للإصلاح، إصلاح البطن مثلا، قالوا فهذا بوله نجاسته نجاسة مخففة. تمام. أما إذا كان يتغذى على طعام آخر كالأرز، البسكويت، البطاط وما شابه ذلك، فهذا نجاسته نجاسة متوسطة. إذن كم قيود الآن؟ ثلاثة. القيد الرابع والأخير أن يكون دون الحولين. فلو أنه جاوز الحولين أي سنتين قمريتين فإن بوله نجاسته نجاسة متوسطة، حتى لو كان لا يتغذى إلا على اللبن. ما دام أنه جاوز الحولين فإن بوله نجاسته نجاسة متوسطة. فهمنا أو لا؟ إذن كم هذه قيود؟ أربعة: بول الصبي الذي لم يطعم غير اللبن ولم يجاوز الحولين. تأتي مسألة معاصرة. اليوم بعض الأطفال يعتمدون على اللبن الصناعي. تمام. اندو ميلك، ايش نسيت الأسماء هذه، ايوه هذه، نحن في بلادنا لبن دانو، نيدو، اشياء من هذا القبيل. ما اسمه؟ اس كي ام. تمام. اليوم الطفل، احيانا بعض الأطفال يعتمدون على هذا اللبن الصناعي. هل هذا اللبن الصناعي الذي يشرب منه الطفل يصير به بوله نجاسته مخففة أو متوسطة؟ ما رأيكم؟ متوسطة. بعض العلماء قال مخففة، لكن الذي يظهر أنها نجاسة متوسطة. لماذا؟ لأن هذا اللبن يوجد فيه كثير من المواد الغذائية والفيتامينات التي أضيفت له، وبالتالي يخرجه عن كونه لبن طبيعي أو قريب من الطبيعي. تمام.
وبالتالي نقول إن تغذي الطفل على هذا النوع من الألبان يجعل بوله نجاسته نجاسة متوسطة. تمام؟ أيوة. بقيت مسألة لكن نسيتها، خلاص نذكرها مرة أخرى إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: وخففت نجاسة البول الذي للطفل إن بل وخففت نجاسة الطفل الذي عفوا وخففت نجاسة البول الذي للطفل إن بلبن الأم غذي. قوله إن بلبن الأم غذي، قوله بلبن الأم هذا خرج مخرج الغالب. أرأيتم لو كان الطفل يغذى بلبن البقرة أو بلبن الشاه، هل يكون بوله نجاسته نجاسة مخففة أو متوسطة؟ واضح ولا؟ طفل يشرب من لبن البقر أو من لبن الغنم، هل بوله نجاسته نجاسة مخففة أو مغلظة؟ عفوا ليس مغلظة، مخففة أو متوسطة؟ لبن طبيعي ليس فيه أي مواد زائدة، ما رأيكم؟ الذي نص عليه فقهاء الشافعية رحمهم الله منهم البيجرمي وغيره أن نجاسته نجاسة مخففة لأنه لبن طبيعي، ولذلك قالوا سواء كان يتغذى الطفل بلبن الأم أو بلبن بهيمة فإن النجاسة تكون نجاسة مخففة. واضح؟ إذن هنا قول الناظم إن بلبن الأم غذي هذا ليس قيدا وإنما خرج مخرج الغالب. واضح؟ خرج مخرج الغالب. قال: وخففت نجاسة البول الذي للطفل إن بلبن الأم غذي ولم يذق سواه دون مين، أي لم يطعم سوى اللبن بدون كذب، مين بمعنى كذب، ولم يذق سواه دون مين ولم يجاوز عمره الحولين. كلام جميل. ذكر الشروط الأربعة: بول الصبي الذي لم يطعم غير اللبن ولم يجاوز الحولين. ما حكمه؟ نجاسته مخففة. ما الذي يجب فيها؟ هل يجب أن تغسل سبعا مرة بالتراب؟ هل يجب أن تغسل مرة؟ ما الذي يجب فيها؟ يجب فيها الرش. أحسنتم. وأرجو أن تنتبهوا لتفاصيل الشافعية في كونه يجب فيها الرش. الشافعية رحمهم الله تعالى مع حبنا الشديد لهم وانتسابنا لمذهبهم إلا أنهم أحيانا يفرعون فروعا تجعل الشيء بدل كونه رخصة عسير. واضح؟ قالوا بول الصبي الذي لم يطعم غير اللبن ولم يجاوز الحولين يكفي فيه الرش، لكن بأربع شروط. يكفي فيه الرش بكم شروط؟ بأربع شروط. انتبه معي، شرطان قبل الرش وشرط مع الرش وشرط بعد الرش. شرطان قبل الرش وشرط مع الرش وشرط بعد الرش. هذا ثوب بال عليه صبي تنطبق عليه الشروط السابقة، قلتم يكفي فيه الرش. قال لك فقهاء الشافعية يكفي فيه الرش بأربع شروط، لا بد من شرطين قبل أن ترش. ما هما الشرطين؟ الشرط الأول قالوا لا بد أن هذا الثوب لا يكون عليه مادة أو شيء يختلط بالبول. يعني لو كان هذا الثوب مثلا مبلول فيه ماء، الثوب الذي يلبسه الطفل كان فيه ماء ثم بال فوقه الطفل، بال في ثوبه فصار هذا الثوب فيه ماء وبول، قالوا هنا لا يكفي الرش، يجب أن تغسل. لماذا؟
لأن البول اختلط بغيره، فإذا اختلط البول بغيره، إذا اختلط البول بغيره فحينئذ يجب ماذا؟ يجب الغسل ولا يكفي الرش. وبالتالي غالبا بارك الله فيكم الأطفال يوضع لهم نوع من أنواع البودرة أو يوضع لهم بعض أنواع الكريمات، على هذا الكلام ثم يوضع الثوب من فوق ذلك، على هذا الكلام يكون البول قد اختلط بهذه البودرة أو اختلط بهذه الكريمات، فلا يكفي في مثل هذا الرش، وإنما يجب فيه الغسل. هذا الشرط الأول، واضح؟ إذن يظهر لكم صعوبة الأمر. الشرط الثاني، نفترض أن هذا الطفل لم يختلط بوله بشيء، بال هذا الطفل في هذا الثوب، قالوا لك تريد أن ترشه، يكفي الرش بشرط أن النجاسة يزول عينها ووصفها. أولا لا بد أن يزول عين، أن تزول عين النجاسة، وأن يزول وصف النجاسة من أجل أن تكتفي بالرش. كيف يزول؟ قالوا مثلا جفف الثوب، جفف الثوب، وبعد أن يجف وتزول عين النجاسة، عين البول، وتزول أوصافه على ما اعتمده ابن حجر والرملي، فإذا زالت العين والأوصاف حينئذ يكفي الرش. واضح وغير واضح؟ واضح. وهذا أيضا صعب، هذا صعب، وهذا يخالف ظاهر الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءته أم قيس بنت محصن بابن فأجلسه في حجره فبال، فدعا، انظر قال ماذا قال في الحديث، فدعا، فدعا، الفاء تفيد ماذا؟ التعقيب، فدعا بماء فصبه عليه، لم يقل أنه عصر ذلك حتى زالت عين النجاسة وأوصافها، أو أنه كفف الثوب أولا ثم صب عليه. واضح؟ إذن نقول الشرط الثاني الذي ذكره فقهاؤنا الشافعية رحمهم الله تعالى أنه لا بد من زوال عين النجاسة وأوصافها، هذا الشرط الثاني. هذان شرطان قبل الرش، قبل أن ترش. طيب نفترض أن هذا البول لم يختلط بغيره، ونفترض أيضا أنه تم إزالة عين النجاسة وأوصاف النجاسة قبل الرش، ما الذي يشترط أيضا؟ نقول هنا إذا أردت أن ترش فلا بد أن الماء يعم جميع المحل، لا بد أن يصيب الماء جميع المحل، فلو أصاب بعضه دون بعض لا يكفي. واضح؟ وأشار إلى هذا الشرط، صاحب الزبد بقوله وبول طفل غير در ما أكل يكفيه رش إن يصب كل المحل، فلا بد أن الرش يصيب المحل كله. واضح؟ هذا الشرط الكم؟ الثالث. وبعد أن ترش قالوا انتظر، يوجد شرط الرابع، ما هو؟ قالوا لا بد أن تعصر الثوب حتى يطهر، لا بد أن تعصر الثوب حتى يطهر. إذن صارت عندنا الشروط كم؟ أربعة. الشرط الأول ألا يختلط البول بغيره، والشرط الثاني أن تزول عين النجاسة وأوصافها، الشرط الثالث أن يعم الماء جميع المحل، الشرط الرابع أن يعصر الثوب بعد الرش. أربع شروط. إذن أقول لك على هذا الكلام الأفضل أن تغسل المحل مباشرة وترتاح، أليس كذلك؟ الأفضل أن تغسل، الأفضل أن تغسله وترتاح. فإذا كان حتى اشتراط، أن يعم الماء جميع المحل، هذا يكون قريبا جدا من الغسل. إذا كان الماء سيعم كل المحل هذا سيكون قريبا جدا من الغسل. ولذلك بعض فقهاء الشافعية رأى أن المسألة فيها عسر في هذا، أي في التفريق بين الرش الذي يصيب كل المحل والغسل. واضح؟ رأى أن هنالك صعوبة في التفريق بينهما. على ذلك نقول لك لو أنك غسلت
هذا الموضع لكان هذا أريح لك. بالتالي نقول بول الصبي الذي لم يأكل غير الطعام ولم يجاوز الحولين يكفيه رش عند فقهائنا الشافعية رحمة الله عليهم بهذه الشروط الأربعة، وإن كان في اشتراطها نوع عسر لا يناسب الرخصة التي جاءت في الشريعة في هذا الأمر. أشار صاحب الزبد إلى بول إلى نجاسة بول الصبي فقال وبول طفل غير در ما أكل يكفيه رش إن يصيب كل المحل. وهنا قال الناظم وخففت نجاسة البول الذي للطفل إن بلبن الأمي غذي ولم يذق سواه دون مين ولم يجاوز عمره الحولين فيكتفى في طهره بالرش عليه في الثياب أو في الفرش. واضح. ثم قال وما سوى هذين من أنجاس فوسط يعرف عند الناس، أي القسم الثالث من أقسام النجاسات النجاسة المتوسطة. ما هي النجاسة المتوسطة؟ ما ليست مغلظة ولا مخففة، أي بقية النجاسات. هذه النجاسة المتوسطة تنقسم إلى قسمين، وليست هي فقط تنقسم إلى قسمين، حتى المغلظة تنقسم إلى قسمين عينية وحكمية، وحتى المخففة تنقسم إلى عينية وحكمية، لكن غالبا يذكر هذا التقسيم في النجاسات المتوسطة. فنقول النجاسات المتوسطة تنقسم إلى قسمين عينية حكمية. ما معنى النجاسة العينية؟ النجاسة العينية هي النجاسة التي تدرك بالحس، أي تدرك بالحواس. هذا ثوب أصابه دم، أصابه دم، لون الدم يرى، إذن هذه نجاسة عينية. هذا ثوب أصابه بول، رائحة البول تشم، إذن هذه نجاسة عينية. هذا ثوب أصابه خمر، طعم الخمر موجود، إذن هذه نجاسة عينية. فالنجاسة التي تدرك بالحواس إما باللمس أو بالشم أو بالطعم فإنها تسمى نجاسة عينية. القسم الثاني النجاسة الحكمية، وهي النجاسة التي لا تدرك بالحس. مثلا هذا الثوب وقعت فيه قطرة بول أو قطرات بول، تركته بعد 10 أيام جئت إليه لم أغسله، أبحث هل سأجد رائحة للنجاسة؟ لا. هل سأجد رطوبة للنجاسة؟ لا. لكن هذا الثوب أصابته نجاسة البول يقينا، إذن هذه النجاسة لا تدرك بالحواس فهي نجاسة حكمية. فالنجاسة الحكمية ما لا يدرك بالحاسة. إذن نقول النجاسات المتوسطة تنقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين عينية وحكمية. ما الواجب في النجاسة العينية؟ الواجب في النجاسة العينية أن تغسل حتى تزول العين، أن تغسل حتى تزول العين، هذا الواجب في النجاسة العينية. ما الواجب في النجاسة الحكمية؟ الواجب في النجاسة الحكمية أن يسيل الماء عليها مرة واحدة، أن يسيل الماء عليها مرة واحدة. وأشار إلى هذا صاحب الزبد رحمه الله تعالى فقال يكفيك جري الماء على الحكمية، الحكمية يكفي أن يجري الماء عليها، وأن تزال العين من عينية، أما العينية فلا بد من إزالة عينها. واضح. طيب نفترض بارك الله فيكم أن هذه النجاسة نجاسة عينية، فغسلتها مثلا دم، غسلته فزالت عينه لكن بقي أثر اللون أو بقي الطعم أو بقي الرائحة، هل يعفى أو لا يعفى؟ بقي اللون أو بقي الطعم أو بقيت الرائحة، هل يعفى أو لا يعفى؟ نقول إذا تعسر إزالة الأثر. كيف تعسر؟ بأن تغسله 3 مرات مع الحث، تغسله 3 مرات مع الحد ولا يزول الأثر. إذا تعذر إزالة الأثر، إذا تعسر إزالة الأثر
ننظر، فإن كان الأثر طعما فإنه يضر، إن كان الذي بقي طعم يضر، وإن كان الباقي اللون أو الرائحة فإنه لا يضر، معفو عنه. واضح؟ قال لكم هنا: وما سوى هذين من أنجاس فوسط يعرف عند الناس، فما له ريح وطعم لون عينية يزال منها العين. يعني النجاسة العينية هي ما لها طعم أو لون أو رائحة، أي ما تدرك بالحواس. وكل ما خلق من الأوصاف حكمية للطهر صب كافي، أي التي لا تدرك بالحس نجاسة حكمية، يكفي صب الماء عليها. واضح أو غير واضح؟ الحمد لله. ثم قال لك الناظم: باب الاستنجاء، خمس إلا خمسة هكذا. نعم، بسم الله. قال: باب الاستنجاء. الاستنجاء مأخوذ في اللغة العربية من النجو بمعنى القطع، نجوت الشيء قطعته، نجوت الشيء بمعنى قطعته. وأما معناه عند الفقهاء إزالة الخارج الملوث من الفرج عن الفرج بماء أو حجر. مرة أخرى: إزالة الخارج، إزالة الخارج الملوث، إزالة الخارج الملوث، إزالة الخارج الملوث من الفرج عن الفرج، أي الخارج الذي يخرج من الفرج يزال عن الفرج. تمام؟ إزالة الخارج الملوث من الفرج عن الفرج بماء أو حجر، بماء أو حجر. كتبتم؟ ماذا كتبت؟ اقرأ. إزالة، أيوة، أحسنت، إزالة الخارج الملوث من الفرج عن الفرج بماء أو حجر، أحسنتم. هذا تعريف الاستنجاء شرعا. إذا تفهم من هذا أن الاستنجاء إزالة لشيء نجس، بالتالي نقول من باب الفائدة: هل الاستنجاء داخل في إزالة النجاسة أم لا؟ هل الاستنجاء داخل في إزالة النجاسة أو الاستنجاء طهارة مستقلة؟ واضح أو غير واضح؟ هل الاستنجاء داخل في إزالة النجاسة أو الاستنجاء طهارة مستقلة؟ قال المتأخرون من فقهاء الشافعية رحمة الله عليهم: إن الاستنجاء طهارة مستقلة وليس داخلا في إزالة النجاسة. لماذا؟ قالوا: لأننا لو قلنا إن الاستنجاء يدخل في إزالة النجاسات، فالنجاسات عندنا بماذا تزال؟ بالماء فقط، تزال بالماء أو بالاستحالة. صح؟ شرحت لكم هذا أو لا؟ نعم، النجاسات تزال بالماء أو بالاستحالة. فإذا قلنا إن الاستنجاء من باب إزالة النجاسات، فحينئذ يلزم أنه لا يجزئ الاستنجاء بالأحجار فقط، لا بد من استعمال الماء. ولذلك كان الأصح عند الشافعية أن الاستنجاء طهارة مستقلة يجزئ فيها الماء وحده ويجزئ فيها الأحجار وحدها. واضح؟ لذلك نقول الأصح عند الشافعية أن الاستنجاء طهارة مستقلة وليس من باب إزالة النجاسات. فهمنا؟ فهمنا إن شاء الله. إذن عرفنا تعريف الاستنجاء، وعرفنا أن الاستنجاء طهارة مستقلة وليس من باب إزالة النجاسات على الأصح.
قال لكم هنا ونجس ملوث بالماء يزال عن فرج للاستنجاء. ونجس ملوث بالماء يزال عن فرج للاستنجاء. يقول الناظم حفظه الله إن النجس الملوث، إن النجس الملوث يزال عن الفرج، هذا هو الاستنجاء. إذن ما هو الاستنجاء؟ الاستنجاء إزالة النجس الملوث عن الفرج، واضح؟ قال ونجس ملوث بالماء يزال. قوله يزال، هل تفهم منه أن الاستنجاء واجب أو أنه مستحب؟ ها؟ قال يزال. هل يفهم منه الوجوب أو الاستحباب؟ غير صريح، يحتمل الوجوب ويحتمل الاستحباب، صح؟ غير صريح. قال يزال، هل يزال وجوبا؟ هل يكون الاستنجاء واجبا أو يكون مستحبا؟ كلمة يزال عن الفرق غير صريح. صاحب الزبد قال وانظر الفرق بين البيتين، قال تلويث فرج موجب استنجاء. ماذا قال؟ تلويث فرج موجب استنجاء. إذن عبارة صاحب الزبد صريحة في أن الاستنجاء واجب من كل ملوث، واضح؟ أما عبارة الناظم هنا يزال عن فرج فليس فيها تصريح بالوجوب. ونجس ملوث بالماء مثلا كان من الأولى أن يقول يجب إزالته عن فرج للاستنجاء مثلا، يعني هو يأتي بالنظم، واضح؟ حتى نفهم أن هذا الحكم واجب، حتى يكون فيه تصريح بالوجوب، تمام؟ قال ونجس ملوث بالماء يزال عن فرج للاستنجاء. الجميل في عبارة المصنف، الجميل في عبارة الناظم من باب الإنصاف، أنه ذكر أن الاستنجاء يكون من النجس الملوث، نجس ملوث وصفان. أما صاحب الزبد فقال تلويث فرج موجب استنجاء، لم يذكر وصف النجاسة. إذن حتى عبارة صاحب الزبد فيها قصور، فصاحب الزبد كان عليه أن يذكر وصف النجاسة أيضا بجانب التلويث، والناظم هنا حفظه الله كان عليه أن يذكر التصريح بوجوب الاستنجاء، تمام؟ فكل واحد أهمل شيئا أو أغفل شيئا، أغفل هذا صاحب الزبد، أغفل ذكر شرط النجاسة، وناظمنا الشيخ بارقا حفظه الله أغفل ذكر التصريح بوجوب الاستنجاء. فقال ونجس ملوث بالماء يزال عن فرج للاستنجاء. انتبه معي، متى يكون الاستنجاء واجبا؟ يكون الاستنجاء واجبا إذا خرج من الفرج نجس ملوث. كم شروط؟ شرطان، أن يكون نجسا ملوثا. طيب إذا خرج من الفرج شيء طاهر كالريح، هل يكون الاستنجاء واجبا؟ لا، واضح. ولذلك قال الفقهاء يكره الاستنجاء من الريح، وبعضهم قال يباح. السؤال الثاني، إذا خرج من الفرج شيء ملوث، شيء نجس لكنه غير ملوث، كأن يكون الغائط مثلا صلبا يابسا غير ملوث، أو يخرج منه حصى، بعض الناس الذي عنده حصوات في الكلى ربما يخرج منه حصى صغيرة، واضح؟ هذه الحصى إذا انعقدت، يعني إذا تكونت في داخله فإنها تكون نجسة. هذه الحصى نجسة إذا انعقدت، خرجت ولا يحصل تلويث،
هل يكون الاستنجاء واجبا أو لا؟ لا يكون واجبا، مستحب. إذن الاستنجاء بارك الله فيكم قد يكون الاستنجاء واجبا، متى يكون واجبا؟ إذا كان الخارج نجسا ملوثا، وقد يكون مستحبا إذا كان الخارج نجسا غير ملوث، وقد يكون مباحا كأن نقول مثلا الاستنجاء من الريح على قول، أو الاستنجاء من العرق، هذا مباح. وقد يكون مكروها كالاستنجاء من الريح، وقد يكون حراما كما لو استنجى بشيء محترم كمطعوم. إذن الاستنجاء تدور عليه الأحكام الخمسة، قد يكون واجبا، قد يكون مباحا مندوبا، قد يكون مباحا، قد يكون مكروها، قد يكون حراما. فهمنا هذا أو لا؟ فهمنا إن شاء الله. إذا تقرر هذا فلنعلم بارك الله فيكم أن الاستنجاء له ثلاث مراتب. المرتبة الأولى أنه يجمع بين الأحجار والماء، فيستنجي أولا بالحجر ثم بالماء، يستنجي أولا بالحجر ثم بالماء، تمام؟ لأن الحجر يزيل عين النجاسة والماء يزيل أثر النجاسة، هذه أفضل المراتب. المرتبة الثانية أنه يستنجي بالماء فقط، واضح؟ لأن الماء يزيل عين النجاسة والأثر. المرتبة الثالثة أنه يستنجي بالأحجار فقط. ولماذا هذه مرتبة ثالثة؟ لأن الحجر يزيل عين النجاسة لكنه لا يزيل الأثر، فكانت في أدنى المراتب. إذن كم عندنا مراتب؟ ثلاث مراتب. المرتبة الأولى أن يجمع بين الأحجار والماء، يستنجي أولا بالحجر ثم بالماء. المرتبة الثانية أن يستنجي بالماء فقط. المرتبة الثالثة أن يستنجي بالحجر فقط. وهنا يأتي السؤال، لماذا كان الجمع بين الماء والأحجار أفضل من الاقتصار على الماء؟ الجواب، لأنه إذا استعمل الحجر أولا فإنه لا يحتاج إلى ملامسة النجاسة، واضح؟ بخلاف ما لو اقتصر على الماء فقد يحتاج إلى ملامسة النجاسة. ولذلك كان أفضل المراتب أنه يستعمل الحجر والماء. إذا علمنا هذا ففي المرتبة الأولى إذا استعمل الحجر والماء لا يشترط في الحجر أن يكون جامدا، ولا يشترط في الحجر أن يكون قالعا، بمعنى آخر لا يشترط في الحجر ما يشترط في الحجر الذي في المرتبة الثالثة. في المرتبة الأولى لا تشترط الشروط في الحجر التي تشترط في المرتبة الثالثة، واضح أو لا؟ إذن عندنا الاستنجاء له ثلاث مراتب، أفضلها أن يكون قد جمع بين الأحجار والماء، الثاني أن يقتصر على الماء فقط لأن الماء يزيل العين والأثر، الثالثة أن يقتصر على الحجر فقط أو على الأحجار فقط لأن الحجر يزيل عين النجاسة لكن لا يزيل أثرها. يقول الناظم، بسم الله، ونجس ملوث بالماء يزال عن فرجل الاستنجاء، واستنجي بالأحجار ولتتبعها بالماء أولى فاقتصر عليها والماء أولى، واضح؟ ذكر المراتب الثلاث، الجمع بينهما، الاقتصار على الماء وهو الأولى كما قال، الاقتصار على الحجر، ثلاث مراتب. ثم قال، وحجارة كفت إن تسعة من الشروط وجدت. يقول لك يكفي الحجر بكم شروط؟ بتسعة شروط. إذا أردت أن تقتصر على الحجر فقط لا تستعمل الماء فلا بد من شروط تسعة، هيا انتبه لها واحدا واحدا. قال
والماء أولى وحجارة كفت، إن تسعة من الشروط وجدت، ألا يجف نجس ولا ألا يجف نجس لا ينتقل، لا آخر يطرأ ولا مسح يقل عن الثلاث، والمحل ينقى ونجس في موضعيه يبقى، وشرط ممسوح به أن يطهر وأن يكون قالعا معتبرا. هذه التسع شروط. يقول الشرط الأول ألا يجف النجس، بمعنى لو أن الشخص بال مثلا فجف بوله، فحينئذ لا يجزئ استعمال الأحجار، فإن الخارج إذا جف يتعين استعمال الماء. هذا الشرط الأول ألا يجف الخارج، سواء كان الخارج بولا أو مذيا أو دما أو غائطا، أي معتادا أو نادرا أيا كان، إذا جف الخارج لا يجزئ استعمال الأحجار بل يتعين استعمال الماء. هذا الشرط الأول ألا يجف نجس. الشرط الثاني لا ينتقل. ما معنى لا ينتقل؟ معنى ذلك إذا خرج منه النجس فاستقر في مكان، ثم بعد أن استقر في مكان سال وانتقل إلى مكان آخر، حينئذ قال الفقهاء لا يكفي استعمال الحجر بل يتعين استعمال الماء. واضح؟ هذا معنى قوله لا ينتقل، أي لا ينتقل الخارج النجس عن مكانه الذي استقر فيه أولا، فلو انتقل عن مكانه الذي استقر فيه أولا فإنه يتعين استعمال الماء. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث لا آخر يطرأ، أي لو طرأ شيء على الخارج النجس، على الخارج النجس، فإنه مثلا دم، كأن بال الشخص وخرج منه دم فاختلط بوله، يعني مثلا بال شخص وخرج على سبيل المثال دم من أنفه رعف، فسقط دم الأنف دم الرعاف على موضع خروج البول فاختلط البول والدم، حينئذ نقول لا يكفي استعمال الحجر بل يتعين استعمال الماء. لماذا؟ لأن هذا البول طرأ عليه غيره، وإذا طرأ عليه غيره لا يكفي استعمال الحجر، إلا إذا كان الذي طرأ هو العرق. إذا كان الذي طرأ هو العرق، عرق الإنسان، فإنه يجزئ استعمال الأحجار. تمام؟ إذن كم عندنا شروط الآن؟ ثلاثة: ألا يجف نجس، لا ينتقل، لا آخر يطرأ، ولا مسح يقل عن الثلاث. الشرط الرابع أنه لا تقل المسحات عن ثلاث مسحات، لا تقل عن ثلاث، حتى ولو حصل الإنقاء، لو مسح مسحة وأنقى المحل لا يكفي، لا بد من ثانية وثالثة، ولا بد بارك الله فيكم أن كل مسحة تعم المحل، أن كل مسحة تعم المحل. فإن كان يمسح المسحة الأولى لبعض المحل، والمسحة الثانية لبعض المحل، والمسحة الثالثة لبعض المحل، فإن هذا لا يكفي، لا بد أن كل مسحة تعم المحل. واضح؟ قال هنا ولا مسح يقل عن الثلاث، وكان من الأولى أن يقول وأن يعم المسح كل المحل، وهذا ما صرح به صاحب الزبد، فقال رحمه الله ولو بأطراف ثلاثة حصل لكل مسحة لسائر المحل، فكل مسحة لابد أن تمسح سائر المحل أي كل المحل. ثم اعلم أنه لا يشترط العدد كما هو ظاهر النظم، فالناظم يقول ولا مسح يقل عن الثلاث، إن كان المقصود عن الثلاث من الأحجار فهذا غير مشترط، وإن كان يقول كما هي ظاهر عبارته
أن المقصود ثلاث مسحات ولو بحجر واحد فهذا كلام صحيح، وهذا هو ظاهر عبارة الناظم أنه يقصد أنه يكفي حجر واحد له ثلاثة أطراف فيمسح بكل طرف مسحة، فإن هذا يكفي ولا يشترط ثلاثة أحجار. قال: ولا مسح يقل عن الثلاث. ثم قال: والمحل ينقى. هذا الشرط الخامس، أن يحصل الإنقاء في المحل. فلو مسح ثلاث مسحات ولم يحصل الإنقاء نقول يجب أن تزيد رابعة، فإن لم يحصل الإنقاء يجب أن تزيد خامسة حتى يحصل الإنقاء. فإذا حصل الإنقاء بعدد وتر فبها ونعمت، حصل الإنقاء بعدد زوجي نقول يستحب أن تزيد واحدة لتوتر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن استجمر فليوتر. قال: والمحل ينقى ونجس في موضعيه يبقى. هذا الشرط رقم كم؟ السادس. ما معنى قوله ونجس في موضعيه يبقى؟ يقصد الناظم حفظه الله تعالى أن الخارج إذا جاوز موضعه تعين الماء، بمعنى أن البول إذا جاوز رأس الذكر فإنه يتعين الماء لأنه جاوز موضع خروجه، وأن الغائط إذا جاوز الصفحتين وهما ما ينطبقان عند القيام فإنه يتعين الماء. بمعنى آخر، إذا صار البول مثلا إلى الفخذين فحينئذ لا يجزئ استعمال الحجر بل يتعين استعمال الماء. واضح؟ لماذا؟ لأن الخارج جاوز موضع خروجه، فجاوز الحشفة في البول وجاوز الصفحتين في الغائط. قال الناظم حفظه الله تعالى: وشرط ممسوح به أن يطهر وأن يكون قالعا معتبرا. وشرط ممسوح به، بعد أن انتهى من شروط الاستنجاء سيذكر شرط المستنجى به. ما هو المستنجى به؟ الحجر. الحجر، ما شروط الحجر؟ الحجر له أربعة شروط: أن يكون طاهرا، قالعا، جامدا، غير محترم. كم هذه؟ أربعة شروط، ذكر بعضها هنا. فقال: وشرط ممسوح به أن يطهر واحد، وأن يكون قالعا اثنين، معتبرا يشير إلى شرطين آخرين لم يذكرهما هنا لأنه قد قدم ذكرهما في بداية النظم، صح؟ قرأناهما بالأمس، قدم ذكرهما في بداية النظم. قال: وشرط ممسوح به أن يطهر، فلا يصح الاستنجاء بشيء نجس. ولذلك جاء نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بالروثة، وقال: إنها ركس، إنها ركس أي نجسة. واضح؟ بالتالي قال الفقهاء: لا يصح الاستنجاء بما كان نجسا. واحد. ولا يصح الاستنجاء، بارك الله فيكم، بشيء ليس قالعا. يعني مثال هذا النوع من البلاستيك، بلاستيك خفيف ما يسمى بالكاسات السفري، هذا البلاستيك هذا خفيف لا يقلع النجاسة، لا يزيل النجاسة، بالتالي لا يجزئ الاستنجاء به. تمام؟ لابد أن يكون الشيء الذي يستنجى به قالعا أي مزيلا، هذا الشرط الثاني. ولذلك الأشياء الملساء لا يصح الاستنجاء بها، كان الفقهاء يمثلون بالقصب، هذا القصب لأنه أملس لا يصح الاستنجاء به. تمام؟ الشرط الثالث بارك الله فيكم، أن يكون جامدا، فالشيء المائع لا يصح الاستنجاء به. يعني نفترض على سبيل المثال، لو كان هنالك ماء اختلط بحبر، تعرفون الحبر مداد إنك، ماء اختلط بمداد بحبر، هل يصح الاستنجاء به أو لا يصح؟ لا يصح. لماذا لا يصح؟
لأنه مائع، لأنه مائع يعني سائل، واضح؟ فمن شرط الذي يستنجى به أن يكون جامدا. ومن هنا تفهم أن الأشياء السائلة والأشياء الرطبة لا يصح الاستنجاء بها، الأشياء السائلة والأشياء الرطبة لا يصح الاستنجاء بها. وعليه توجد مناديل تسيو مبللة، صح؟ هذه المناديل المبللة لا يصح الاستنجاء بها، واضح؟ لأنها ليست جامدة. إذن الشرط الأول أن يكون طاهرا، الثاني أن يكون قالعا، الثالث أن يكون جامدا، الرابع أن يكون غير محترم. فما كان محترما كالمطعومات التي للآدميين وككتب العلم وغيرها من الأشياء المحترمة لا يجوز الاستنجاء بها، تمام؟ فقال لكم الناظم: والماء أولى وحجارة كفت، إن تسعة من الشروط وجدت، ألا يجف ناجس، ألا يجف نجس لا ينتقل، لا آخر يطرأ ولا مسح يقل عن الثلاث والمحل ينقى، ونجس في موضعيه يبقى، وشرط ممسوح به أن يطهر وأن يكون قالعا معتبرا. كم الساعة الآن؟ 20. متى نتوقف أستاذ نور؟ الآن نتوقف الآن. التيمم لا يصلح أن يكون في آخر النهار، التيمم يحتاج أن يكون في الصباح الباكر لأن أحكامه ثقيلة، تمام؟ فإن شاء الله موعدنا غدا صباحا الساعة 7:59 إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.